اقفل يا ام شاهين. حاضر يا ريس. ام شاهين. افندم يا ريس. انا عايزك كده مصحصحه طول الليل ما تناميش زي عوايدك. انا يا ريس. وحش يا ام شاهين. عين يا ريس. ده مين ده بقى اللي هيتصل بينا دلوقتي في الليل ده؟ صوت الباشا المأمون. ايوه يا باشا. ايوه بكير. خدامك يا باشا، امرني يا باشا. اسمعني وركز معايا كويس قوي، لان اللي هقوله لك ده لولا ان انا واثق فيك ثقه عمياء ما كانش ممكن اقوله لك. ده انا عناية يا باشا، ده انت لو طلبت روحي يا باشا بذاته برضه هديها لك، وهبقى انا يا باشا ما اديهولك لك يا باشا. بكير احنا عندنا زنزانه انفرادي فاضيه صح؟ يا سوادي، ده لو ما عندناش يا باشا نبني لك في الحال يا باشا، بس احنا عندنا ان شاء الله. انا عايزك تفضها لي وتسمع اللي هقوله لك بالظبط. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خلاص هات الكرسي. ده يا باشا الكرسي موجود. اتفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من خبث الله. يا طاطا، قطعتا بازمة مين؟ السيد حكم دار دير النحاس؟ حكم دار ايه؟ حكم دار العاصمة؟ ازيك يا قطعتا؟ ازيك يا استاذ عاصم باشا؟ شوف يا استاذ قطعتا، انا عايزك في موضوع يعني شخصي كده. شخصي؟ بالليل؟ لا انت فهماني غلط قوي. استاذ انت فهماني غلط. انا عايزك في خدمة. ما انت عارفك الخدمة دي. أنا عارف أنا اللي هو تقعدي تعديني المكتب ونضفيه، صح؟ وبعد كده خشي تعديني على البيت، أروح لك على البيت، بصي بنتي يا عطاطا، خشي هات السجاير من أوضة النوم وهوب، وعشان راهم يا عم اسأل بيت طب بيشوفوا اللي أنت عايزه؟ عايز إيه وأنا أجي لإيه؟ ما سمعنا بقول إيه؟ اتفضل. أنا هساعدك في إثبات براءتك، بس بشرط. اتفضل ده مقابل. أنا عايزك تجيلي البيت بالليل لوحدك كل ليلة ابتداء من الليلة دي. طب قولي أنت بقى فين بقى؟ قولي كده فين سلامتي الليلة بقى في الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا لا أنا بنت ناس، بس الناس سابوني ومشيوا. حقهم بيسيبوك ويمشوا، حرام عليك يا راجل يا راجل. اسمع الباشا هيقول لك إيه؟ أنت بتتكلم إزاي وأنت واقف وأنت قاعد هنا؟ إزاي أنت طالع بدورين؟ لا بروحين. واللي راح اصور وتعلم الناس عليا واقول ان انتوا بتتناوبوا عليا. بن ايه؟ بتتناوبوا. اسكت يا وليه، نتناوب ايه عليك وطنت ايه؟ ده ايه السواد ده؟ اسمعي الباشا وخلصي. شوف يا استقطاطة، حفيدتي شافت امها وابوها وهما بيموتوا قدام عينيها، فتعبت نفسيا يعني. ما تقول ازاي بقى؟ انا هقول لك اهو. ايوه. بس اللي انا بقوله لك ده قطعت عشان خاطري. ده سر. توعديني انه ما يطلعش من بوقك خالص، خصوصا للميس. برمس. عشان خاطري. برمس. خدوها وراحوا بنت الحيوانات. ايوه. وهي صغيره كده و المهم. ايوه. صممت ان هي تصورهم في بيت الفيل. بركه الفيل؟ راح تصورهم في بركه الفيل؟ بركه الفيل ايه؟ بيت الفيل اللي في جنينه الحيوانات. هو في بركة الفيل في جنينة الحيوانات؟ لا، في بيت للفيل في جنينة الحيوانات. ماشي هو. وهي بتصورهم. والفيل وراهم. قدر ربنا بيتهيألي يا قطاطة. الفيل مات؟ الفيل هاج فجأة وقعد يدوس فيهم برجليه، يدوس فيهم برجليه. ماتوا. ماتوا قدام عينيها. ابدا عليك يا حبيبتي. وهي ماتت يا أمي وأمها؟ ماتت ايه؟ امال انت هتيجي تحكي لمين؟ احكي لمين؟ اسمعيني يا قطاطة بس وركزي معايا، الدكتور اسماعيل بيقول الامل الوحيد. الدكتور ايه؟ الدكتور اسماعيل. ايوه. بيقول ان الامل الوحيد ان انت تحكي لها حكايات اللي انت بتقوليها الجميله اللي هي سمعتها يوم الزياره. وانت بالصلاه على النبي، ربنا خد منك كل حاجه واداك الخير، فاهماني؟ ولو انتوا الاثنين بقى. ايوه. انا اعرف كل الزهر مصاحبة كل العفاريت اللي موجودة في البلد. هتحل المشكلة دي. زار ايه بس وبتاع ايه؟ أنا عايزك تحكي لها الحواديت اللي حكيتها لها في الزيارة دي. نفسي نفسي
اشوف ابتسامتها ترجع تاني وانا مستعد اساعدك. ايوه ابتسامتها من ليك عليا بقى. بص خليها تفسخ دمها كده طول اليوم في عم البيت، ها؟ وتحس كده ان اختها بقت موجوده معاها. يعني موافقه؟ موافقه طبعا، بس ايه المقابل؟ ما انا قلت لك هثبت لك براءتك. ماشي. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه فساتين. ايه؟ فساتين. هجيب لك فساتين. وبطاطس. فساتين وبطاطس؟ احب ابرز الفستان واروح على واخد البطاطس. انا موافق على كل اللي بتقوليه، بس افهمي الكلام اللي احنا بنقوله ده، لو اي مسجون عرفته في السجن ده عارفه هيعمل فيكي ايه؟ ايوه هتاخد البطاطس. بكره انا عايزك يا طاطا تعملي اي مشكله مع اي مسجونه من المساجين. ايوه كده وكده يعني. ايوه كده وكده. كنت وفاش. كنت وفات يعني ايه؟ كنت وفاش. ده كده وكده. ارحميني، اعملي اللي بقول لك عليه وانت ساكته. ماشي كنت وفاش. وانت كل شويه تحطي من الكالونيا. الكالونيا محسور، ما تخليكي حلوه يا اخت. هنطيها صاحبتك تاكليني. حقك عليها البنت، الزياره الجايه هقول لها تجيب لك ازازه. الانفرادي مش عايزه تشوف النور ولا الشمس خالص. يلا انا مليا. قلت يلا انا مظلومه بدات نعمل ايه؟ ده ما بقى السجن من ساعه ما جيت، ده بقى سرقه. اسكت اضربك قدامي. ايوه كده بريئه. يلا يا بريئه انا مظلومه. بس ايوه كده ولا ايه؟ في ايه؟ يلا بقى يا فكير. ايوه يا باشا هنعيد تاني. يا حمار. يلا بقى. يلا يلا كل واحدة على سريرها. في ايه؟ قلة الأدب دي. يا يا عمي يلا بره. خوتشي. حلوة؟ خوتشي كانت حلوة دي. حلوة حلوة حلوة. وأي حلاوة ده، أنت كنت قمة الواقعية. ده أنت تغتغتيهم حلبة سلك واتنصف. شفتي أنت عندي على كده مجمع بس؟ تفعم بال ايه ولا فتح حمامك؟ ما يلوى ده ايه؟ رسول بكير. ايوه باش جاي. بالله ده يكونوا جايبين لك يا تاتا يستفردوا بيكي، بس انا مش جاهزه. ما ترى هيعملوا فيك ايه يا عطاطا؟ اسكت يا مسجون. ما انت عمال واخدني على فين؟ ما تخرس يا ولي. ايوه اهو. استني هنا. ايه ده؟ ابعت اجيب لك لابوني انت وحماده؟ يلا روح شوف على شغلك في العنابه. حاضر يا سلمكي. حماده علمي شويه شاي طوال عشان دماغه جعان. انا عايز سر دبل. سيب لبن لبن يا بابا. عايز سر دبل. اسكت يا بوزه. تعالى. معلش
هتركبها بس في شنطة العربية. مش هنعرفه مع عباس عندي رزت هتعرفني؟ لا أول ما تعرفني. هتعرفوني أنت؟ مش على الغرابة. هو عباس عندي هتاخد حاجة هتعرفني. اسكت يا ولية هتحبسيني. اركب يلا. اركب رزت بره. أيوه. مالك رزت؟ اركب. أنا عارف كل حاجة في السير. نطي. السير من فوق. نطي. أهو أهو. لا يا أبوي. بعد كده. بعد كده. استنى. خالد ماخد. روح انت انا رايح لعباس ماشي عازمني على كابتشين. روح انت ست قطاطة. انت يا وليه انت يا وليه اتكلمتي لا يغرب بيتك. لا يغرب بيتك. انت يا واد جايب خروف على البيسانتا؟ ما هو برضه نمت وقعدت تشخر رغم المطبات اللي معلش ده وقع. انت بس قلت ثلاثة بكر وخلاص؟ معلش ده وقع أمنية عشان ما حدش يشوف. أمنية ايوه. كده برضه انت ضربني. ما تبقاش اضرب اضرب براحتك. انزلي بقى انزلي. وريني ها. تعال. ايه عايز اتسلح ولا حاجة؟ ما تتسلحش هو حد شايفني. ما تتسربني بقى. طيب يلا. اتسلح. بسم الله الرحمن الرحيم. اتسلح. الله بسم الله. يا نهار اسمه. يا الله ايوه ايوه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انا هوراك انا هو معلش بتاخر اوعى تعمل كده تاني مش هعمل كده يلا خش هتفضحني يلا خش انت بتعمل ابتر كام عربيه البصراوي ما تنزل يا بلوزه هنا ايوه اخر الرفع طب خش اخر الرفع يا نهار اسود يا نهار اسود تعوم ازاي عرفت تعمل كده؟ يعني ايه ازاي عرفت؟ انا جده انت مستقليه بيا ولا ايه؟ يعني انت متاكد ان قطاطة جايه هنا بنفسها؟ بعدين هو انت كده مش بتتسطر على مسجونه يا جده؟ ايوه وديني في داهيه على صوتك على صوتك وديني ده سر المفروض محدش يعرفه ماشي ماشي عادي ما تخافش على فكره بابي ومامي هيتبسطوا قوي لما يعرفوا ان قطاطة جايه هنا ومين اللي هيقول لهم بس حبيبتي ما احنا ده سر مش هنقول لحد ها؟ خلاص يا جد قلت لك ما تخافش. زينة وظنة فين انزلي. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده الفيلا دي؟ فيلا؟ فيلا وعربية والدنيا دي؟ انت جايبني هنا ليه؟ جايبك انا في ايه؟ ما هو ماما الراجل متفق معاك. مين ده اللي متفق معايا؟ عباس باشا. عباس باشا؟ ايه. وانت جاي معايا؟ ايه ايه وهوصلك وهمشي. ايه ده هو انت من اللي بيوصلوا الحريم للظباط؟ ايه؟ حريم ايه وظباط ايه؟ احترم نفسك انا البودي جارد بتاعك. البودي جارد؟ ايه الحارس بتاعك. خدش انا الراجل مستنيني جوه. يا ده انت راسي؟ ايه؟ طب مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج على ايه وليه؟ عارفه عارفه انا اللي مصبرنا عليكي ان انت شبه امي. لولا كده كنت فرتكتك. خش قدام خش انا اتفرج ده خش يا اخت هلف كده ولا هلف لا خش انا البابا هتلف كده اهو اهو كنا اهو يلا ده ايه النصيبه دي؟ هلا ادفع يا مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج عليا يا ست مش عايزني ساعة يا ست يا بابا شمال عباس يا عباس اسكتي ايوه ايوه لوحدك؟ نعم انت لوحدك؟ وايه اللي لوحدك؟ لا طب لوحدك؟ معايا لميس وعواطف وبعدين بكير اهو ايه؟ انت بكير يا باشا انت تروح دلوقتي اللي قلت لك عليه يتعامل هناك في سجن واحد واحد ايه ده؟ اتكلم عليهم زي ما قلت لك بالظبط حمام يا باشا حمام يلا اللي اتقدر وانت يا قطاطة انا سلام اخويا للرب الرحيم قطاطة قطاطة عواطف يا راجل اتهد بقى هو انت ما بتهمش عواطف يا باشا
وانت ما شفتش دي؟ شفتش ايه؟ مش ما شفتهاش يعني. هي مين اللي شفتها؟ مالكيش دعوه، فوقي كده وحصليني، عاوزك يلا. احصلك. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. مريني وزنك كده. ايوه. طب ام عمي خليك كده، مريني وزنك تاني. ايوه افتكرتك. انت اللي كده. انت تتزوجي مني من الاول ولا ايه؟ ما تبطلي ملوحه بقى. ملوحه؟ ليه؟ وانا في بيني وبينك حاجه يا عمر؟ عمر؟ ايوه. أنا عمر، أنا بتبهدل بسبب الكتير أوي يا بنتي. جرى إيه يا جدو؟ أنت بتعملها كده ليه أصلاً؟ أنا عارفة يا حبيبتي، وحسيت إن أنا رميت الأياد في قلب البيت وجاي أقعد عند أمي. لو ماما عرفت إنك بتعملها كده هتتضايق منك أوي. أنا ما أقدرش طبعاً أزعل ماما خالص. ماما؟ أنت اللي قلت إن أمها اتعجنت تحت البيت. خلاص. مبطلة. خلاص. خلاص. ها؟ تشربي إيه يا قطاطة هانم؟ عشان فرخة. نعم؟ فرخة. فرخة. يا عواطف! عواطف! ايوه. حصل لي قبل كده فجأة. ايوه يا عم. حر اسود! شيخ! هي من ايه مالك كانت خبطت في حيطة؟ النسوان دي مين دي؟ مين دي؟ هي دي بيت الدليفري؟ اه. بعتلي معاكي فرخة مشوية؟ اه. ماشي؟ اه. انت البنت دي على فكرة شكلها حرامية غسيل. جراية ولادي حرامية ايه؟ يلا يا عواطف انجزي يلا. بصي بقى. واتي روحك ايه بقى تاني؟ خلاص. بتعطس؟ مشيت. مشيت. مين جاي اللي مشيت؟ مشيت عواطف يلا. عواطف مين؟ قطاطف ممكن تركزي معايا؟ ماشي. فاكرة يا قطاطة الحدوتة اللي انت كنت بتحكيها عن الليمبي؟ الحدوتة دي انت عشتيها بجد ولا انت بتألفي من دماغك؟ انا مش عارف انت عايزة ايه. بسألك عن الليمبي. الليمبي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا دمبي، يا ترى انت جعان ولا عطشان؟ منفوخ ولا مظلوم؟ وبعدين معاك قسما عظما لو ما اتكلمت انا ارجعك السجن تاني. جدو. ايه؟ خليك من جواك. يلا احكي. طب انت قاعد معانا؟ ايوه قاعد معاك. واحنا بنحكي؟ ايوه. ايوه. طب عرفت ان احنا الاثنين عندنا حاجه في النسوان؟ نعم؟ عندي حاجة في النسوان وعايزين نتكلم فيها. وبعدين معاك يا ست انت بتحكي وتخلصينا. حاضر. يلا. يلا غدا. عليه الصلاة والسلام. اللمبي بعد ما نزل في وسط الشارع عند الناس في قلب الغبازار في البوش وقال وراح طالع من اللي عايز يسلم وراح طالع من هنا وهو بعدين عليه. قال له اوعى عندك اقف هم ويحكيها. ايه في حياتك يا لمبي؟ حياتك الضيقة. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. الدقيانة بيجروا ورايا. ايه؟ اه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه؟ فين؟ اصبر الحاج. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ اصبر. انت بتقفل ولد الشارع ولا ايه؟ اه يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين. اه ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه. الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا؟ ده راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم. امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهمكم الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع
خلاص ولا يروح فيها في 60 داعية. يا لمبة انا مش عايز اذيك. ده فرجنا هتزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش ده عشان يأذي اللمبي. يا اما القضية شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبة انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلقاه ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوك بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمزاج ده. دور عليك بقى. اه قول يلا. اه اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقولك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الذنبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هرسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هرسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ديك الشوق هوبا فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها اللي مش عاجبه كلام على سن مطوطي هنا والفه تنوره وتفضل ينيلك وينيل مواعيدك يا لمبي مفرهدني. بسبوسه لمبي هتبوسه بسرعه كده. ايوه ده احنا في الحته يا بنت. هتبوسه يا بنت ده خلاصي مجنون ومبوط في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده الدنيا بيجري ورانا يا بنت. يا بنت اجري بسرعه يا بنت. يا بسبوسه يلا بسبوسه خرابي. طيب انت خلاص مش قادره. مد شويه يا بنت. تعبتي يا بنت. امسكي نفسك خلاص بقى. انا فرحت انا مش عارفه هو احنا جايين ايه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت لايت. ابويا مات يا بسبوسه. عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عندي هريسه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص ايوه خلاص ليه؟ يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت. خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه؟ علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت لما ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله. هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. انت يانا. تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعالوا يا بوس بوس. ايه شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ نعم مفيش حد اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله. بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه. ان شاء الله. اهو ابويا. يا لهوي هو بيعمل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. يا بنت خدي. خايفه. ما خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا. وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي انا اروح اعرف ايه. لا هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هتعضيك بالدماغ. خلاص خش خش. ايه يا بسبوسه؟ خش خايفه. خش خش. ايه ده؟ يا بنت استنى يعني هقرقب وافرق. استنى شويه. اهو ايه؟ اهو ونشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وحديها كل يوم فول بوطة وكده اسكندراني. عسل. ايه في حاجه بتشيل الخلية؟ خايفه يفرقع. يا بنت فرقع ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه يا بنت في حاجه جوه بتشيخ ده؟ ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا. ايه ده؟ اقرا انت.
انت بتستايق عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. عشان انا بوريك الثقافه ان انا نازل في المستوى قد ايه يا بيت. طب لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه اعترف. ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ هتعرف مكان طريق؟ طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحية المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنز ولا كنز. في كنز ولا كنز؟ والنبي دي شكل واحدة هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ندينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر دلوقتي ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت. لو النعمه حنوت. اوعي. حنوتي. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ حضرته ويجيب لنا اتنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده مفيش اكتر من رجاله عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا بعينك مفجحه. عشان رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا جماعه؟ انت عسل يا نيله. البنت مثلا عايزه ارعش بقك ده الوقت كده. بس يا واد ابوك ميت. هياكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان سالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. صوتك. طب جيبي بصي في الحاجب ولا في الرمل. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي. المكان دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الكلام من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك الليمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عمو. طيب حاضر يا بنت مات والمصحف ده انا زعلان قوي. ياه ايوه كمان واحده يلا. ياه واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس من المنطقه. ياه ايوه زغرتي بقى. بنوصفك يا بنت المصحف. احنا حنت من ابوك. انا نقول حي يبقى من ميت يعني الريحه اصلا احنا هنرمي في الحفره ونيجي. عم يابا النبي يا ريت المراحيل يخلوا بالهم من المرحوم. هذه الليله الزرقاء انا مش عارف الحي هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. هو صوت ايه؟ انت عارفه ده بسبوسه؟ عارفه لو احنا ناخد هنا مدفن؟ لما ناخد لو خدنا مدفن فلو انا لو انت خدنا مدفن هنا ها؟ يلا امشي. مش عادل بقى مش عادل بقى مش عادل بقى. انت رخم قوي انت واللي جايبينك يا لبي. ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال. اعمل هنا من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم. انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع